الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك شيخنا؟ شلون صحتك؟ الله يحفظك ويبارك فيك ويعزك. شلون صحتكم؟ شيخنا اسمح لي في السؤال. شكرا. تفضل. خب، ما ازعجتك في هذا وقتك، خاف وقت. لا لا، مين رحم الله والديك. شيخنا، شنو الدليل الشرعي على التقليد في زمن الغيبة الكبرى؟ الدليل الشرعي قاعدة عقلاء كل مجتمعات العالم أنه اللي ملتزم بقوانين لازم يرجع إلى الخبير بالقوانين أو الشريعة. أقصد دليل شرعي، أي نص. نص واحد. نص شرعي؟ نعم نعم شيخنا. نص شرعي. فاسألوا أهل الذكر، إن كنتم لا تعلمون. وأنا مسلم ملتزم بأريد الحكم الشرعي، أريد شلون أصلي، شلون أتعامل. أهل الذكر آل محمد. الشريعة الإسلامية، الله منزل شريعة على وأنا ما أعرف تفاصيلها، والله يقول لي بالقرآن فاسألوا أهل الذكر. شيخنا، مو أهل الذكر آل من محمد؟ آل محمد أهل الذكر، أهل البيت. أئمة أهل الذكر. أئمة أهل البيت. أئمة أهل الذكر. أكو ناس. أئمة أهل الذكر أهل البيت. زين، أكو ناس عن نص عن أهل البيت على التقليد. علم أهل البيت شلون نعرفه؟ شلون نعرف علمهم؟ اكو دليل. شلون نعرف الدين؟ شلون نعرف الاسلام؟ انت منين تعلمت الاسلام؟ غير قريت لك كم كتاب؟ منو اللي كاتب الكتاب؟ مو معصوم. شيخنا، انا اريد نص عن آل محمد، رواية عن آل محمد على التقليد. واما حوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا. فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله عليهم. هذه للسفراء الاربعة، يعني ما تختص بالتقليد. لا لا عمي، لا 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 لا. واما الحوادث الواقعة اي للسفراء الاربعة الكلام. رجعوا فيها الى رواد حديثنا. اي رجعوا الى رواد حديثنا. من هم السفراء؟ لا، راحوا السفراء. لا، من رواد حديثنا؟ رواد حديثنا ما قال سفراء احنا. لا عمي، هذه اوسع. من هم رواد حديثنا؟ الفقهاء. وين جابوا حديثنا؟ يعني عندهم لقاء بالامام المهدي يستنبطون منها. هذه واضحة. نعم، اكو لقاء بالامام المهدي عندهم، يعني صرحوا. لا ما مو شرط لقاء. شو مو شرط شيخنا؟ هو قال الحوادث الواقعة ارجعوا الى رواة حديثنا. هسه ماكو شيخنا، ماكو دليل شرعي على التقليد. شيخنا ماكو دليل شرعي على التقليد. شيعي اصل منهج وعنواني، اليماني رايتي وايماني، شلون تنكرني ايا سفياني؟ شلون تنكرني ايا سفياني؟ شيعي اصل واسمي وارد. واما حوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا. فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله عليكم. عن رسول الله، عن سيد البشر، اسأل التاريخ ينطيك العبار، ليش نكره بيعتي وإيماني؟ شيعي أصل واسمي واضح بالسطور، راجع الغيبة وعلامات الظهور، راجع الطوسي وابحر بالبحور، أنا ربان السفن تلقاني. شيعي أصل واسمي وارد بالخبر، عن رسول الله، عن سيد البشر، اسأل التاريخ ينطيك العبار، ليش نكره بيعتي وإيماني؟ شيعي أصل واسمي واضح بالسطور، راجع الغيبة وعلامات الظهور، راجع الطوسي وابحر بالبحور، أنا ربان السفن تلقاني، أنا ربان السفن تلقاني. شيعي أصل منهج وعنواني، اليماني رايتي وإيماني، شيعي أصل منهج وعنواني، اليماني رايتي وإيماني، شلون تنكرني أيا سفياني؟
شلون تنكرني اي عسف يعني انا وين حل رسول بغربته انا كنت الموسى نار وعصته انا درع المرتضى بكل صولته وانا انا الاهلي كل سفياني انا ويقي سلشبئه اللي نصلب وانا ابن المهدي في كل الكتب انا قائد رايتي جيش الغضب وانا يوم الدين حاكم ثاني وانا يوم الدين حاكم ثاني انا وين حل رسول بغربته انا كنت موسى نار وعصته وانا درع المرتضى بكل صولته انا الاهلي كل سفياني انا وي عيسى لشبيه اللي نصلب وانا ابن المهدي في كل الكتب وانا قائد رايتي جيش الغضب وانا قائد رايتي جيش الغضب وانا يوم الدين حاكم ثاني وانا يوم الدين حاكم ثاني شيعي اصل منهج وعنواني اليماني رايتي وايماني شيعي اصل منهج وعنواني اليماني رايتي وايماني شلون تنكرني اي عسوف يعني شلون تنكرني اي عسوف